ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، وتركنا مع الإسلام كالشاشة البيضاء التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك والعياذ بالله. فصلوات ربي وسلامه عليك يا حبيبنا يا رسول الله، صلوا عليه إخواني وسلموا تسليما. أما بعد، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم وطاعته، حيث يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك أن تختم لنا بما ترضاه لنا وعنا، آمين آمين. أما بعد، نتبادل أطراف الحديث اليوم في ظلال سورة الشرح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل هم، وكأي محب لقومه ولأهله ولعشيرته ولأصدقائه فهو يحمل همهم، يحمل هم تغيير سلبياتهم إلى إيجابيات، وتغيير ضلالهم إلى هدايات، وتغيير كفرهم إلى إيمان حقيقي بالله الخالق الأوحد. كان يحمل هم التكليف، وهذا ما يجب أن يكون لمن انتصب منصبا في هذه الدنيا، أن يخاف من هذه المناصب، لأنها تكليف قبل أن تكون تشريف، وإنها مسؤولية قبل أن تكون قضية شوفوني يا ناس أنا فلان الفلاني. لذلك كان يحمل الهم، وحمل الهم يا إخوة يظهر على الجوارح، والعرب تعرف علم الفراسة. الفراسة تعني إذا نظر الواحد إلى وجه الآخر قال: أنت مهموم، أو أنت مريض، لونك مختلف، أراك حزين، إلى آخره. هذا يسموه الفراسة، تقرأ في وجوه الناس ما في قلوبهم وما يخفون في أنفسهم. فكان يحمل الهم، فجاء القرآن يقول له: يا محمد صلى الله عليه وسلم، ألم نشرح لك صدرك؟ الشرح في اللغة يأتي من التقطيع. عندما نقول نحن نشرح اللحم، ما معنى نشرح اللحم؟ نقطع اللحم. فعندما تقطع الشيء تجزئه فيصبح أسهل للطعام أو أسهل للحمل. تقطيع الشيء يخفف حمله، يخفف وزنه، كما يقول المثل: الحمل إذا وزع خف. إذن يشرح بالمعنى المادي، يقطع الشيء حتى يخف. بالمعنى المعنوي هو: نريح يا محمد صدرك مما ثقل عليه من هم التكليف. لا لا، لذلك تقرؤون آيات كثيرة: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، لا تذهب نفسك عليهم حسرات، إلى آخر الآيات التي تخفف. إنما عليك البلاغ، يعني في النهاية ماذا قال؟ إنما عليك البلاغ، لست مسؤولا عن النتائج. إذن ألم نشرح لك صدرك،
وبالتالي أصبح العرب يطلقون انشراح الصدر عندما يشعر الإنسان بخفة الحمل، ارتحت، انشرح صدري، أنا مش مسؤول. هذه نعمة على فكرة، أن لا تكون مسؤول نعمة. اليوم الناس يقاتلون حتى يكونوا مسؤولين، كأنه يشتري الهم شراء، سبحان الله. ألم نشرح لك صدرك؟ من المخاطب؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ووضعنا عنك وزرك. الوضع إما أن يكون على وإما أن يكون عن. الوضع على أن تضع حمل زائد على حمل موجود، ضع هذه السحارات على السيارة تضيف. لكن إذا جاء حرف الجر عن، وضع عن يعني أزال من الكتف على الأرض، أزال من السيارة على الأرض. لذلك الحجاج لما ذهب إلى أهل العراق في أول زيارة، تعرفون كان قصير شوي، فبدأ الناس يعني يلحقون عليه، كان متلثم. فلما وقف على المنبر قال بيت الشعر الشاهد فيه: متى أضع اللثام، تعرفوني، يضع اللثام. لما أبوك كان يجي وحامل كيس هالرز ولا كيس هالطحين، أنت عطوله شو بتقول له؟ عنك عنك يابا، عنك يابا. إيش يعني عنك؟ أحمل عنك، أضعه عنك. إذن ووضعنا عنك يعني أزلنا عنك الحمل الذي كان قد تسبب بالهم، فشرحنا لك الصدر، هذا معنى معنوي. ووضعنا عنك الوزر، معنى مادي. نأتي إلى معنى الوزر. ما هو الوزر؟ الوزر هو المسؤولية. لذلك شو بنسمي إحنا الوزير؟ ليش بنسمي الوزير وزير؟ ليش بنسميه وزير؟ لأنه يحمل وزر المؤسسة، وزر الوزارة، مسؤولية هذا المنصب، وزير. وبالتالي الوزر الحمل. وبالتالي نسأل الله أن لا نكون قد نحمل أوزارنا يوم القيامة، لا، بأن أوزارنا تحط عنا وتضع عنا إن شاء الله مع نهاية رمضان بإذن الله سبحانه. قولوا دائما: يا رب أخرجني من هذه الدنيا ليس علي أي وزر. كثرة الصلاة، كثرة الاستغفار تفعل هذا إن شاء الله. إذن ووضعنا عنك وزرك. الوزر هنا ليس السيئات، هنا معنى المعنى اللغوي المباشر الحمل الذي كان في قلبه وعلى عاتقيه كيف أنجح في هذه المهمة. تخيلوا إخواني، إحنا اليوم مسلمين مع بعض، وبتلاقي أحيانا أنت بتعرق مشان تخلي واحد يصلي، هو مسلم واسمه محمد، مسلم واسمه محمد، ما بالك لما يكون في 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 مكة وكلهم يا حبيبي عبدة أصنام، واللي شريب خمر، واللي قيان، واللي يعني كفر بواح. فتخيل المهمة ما أصعبها، وهذا عمي وهذا خالي وهذا ابن عمي قرايب، وأحيانا تشتغل مع الغريب، تشتغل مع 100 غريب ولا تشتغل مع قريب أحيانا، لأنه في مخاجلة وفي يعني حسابات كثيرة جدا. وبالتالي لاحظوا أقرب الأقرباء إليه معظمهم لم يسلم في البدايات، بالعكس عمه، تعرفون ماذا فعل. إذن ووضعنا عنك وزرك. وركز دائما في اللغة أن الذي يضع هنا الله عز وجل بضميرنا المتكلم. لذلك لما تقرأوا القرآن إخواني فرقوا بين نا المتكلم ونون النسوة. يعني أنت قد تقرأها خطأ دون أن تقول ووضعنا عنك وزرك، خربطت كل المعاني، لأنه وضعنا تعود على ماذا؟ جمع المؤنث. هنا ما فيش دخل للمؤنث، هنا الله المتكلم. ووضعنا نا المتكلم، واضح إن شاء الله عز وجل. إذن ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. ظهرك عارفينها، الظهر، لكن ما هو النقض والنقيض؟ كلكم بتعرفوا لما تحملوا سيارة أكثر من حملها، حملها 2 طن، حملتها 2 طن و 200 كيلوغرام، 2 طن ونص، شو بصير؟ بصير تسمع صوت للسيارة، هذا الصوت صوت الحديد من كثر الوزن بصير يطلع صوت، هذا بسموه النقض. النقض صوت
الوزن الزائد. فالله عز وجل بيقول في الآية الذي أنقض، تخيلوا عم بيشبه الحمل والهم اللي كان في قلب النبي صلى الله عليه وسلم كأنه حمل مادي ثقيل كان حامله مهموم لدرجة أن صوتا كان يخرج من عظم الظهر. طبعا هذا مجاز، لكن لتقريب المعنى يا إخوة، لتقريب المعنى، لما تقول صلى الله عليه وسلم تذكروا هذه الصور، هذه المشاهد، هذه التشبيهات، أنه كان صادق في حمل الرسالة، جدي يريد أن ينقذ كل نفس رأته ورآها من الضلال إلى النور. إذن الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ما في شخص في الدنيا يذكر كما يذكر محمد صلى الله عليه وسلم، في حين كانت قريش تقول محمد انتهى، محمد انتهى. زي اليوم طالعت لنا موال الإسلام انتهى، الإسلام يأكل بعضه بعضا، الناس شو الكلام، كلام طبعا هذا موجود في كل عصر من العصور، كل مرة بيطلعوا موالات مشان يفقدوا الناس الثقة بالعقيدة. لا، فشروا إن شاء الله، إن شانئك هو الأبتر. إذن ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك، لا إله إلا الله محمد رسول الله. لاحظوا، في أرفع من هذا الذكر؟ ما في أرفع. أنت عندما تذكر الخالق تعقبه بذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في أرقى من هيك؟ في أرفع من هيك؟ وبالتالي يا إخواني كلما انتسبت إلى الله عز وجل أنت ترتقي وترتفع، وكلما انتسبوا إلى الأرض هم ينخفضون ويضعون أنفسهم، هذا وضع للنفس في مهاوي الدنا. إذن ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. من أجمل الآيات التي تخفف عن كل مهموم همه وعن كل مكلوم وجعه، لا تحزن لأن اليسر ليس بعد العسر. ماذا تقول الآية؟ فإن مع العسر يسرا، مع بعض. كل ابتلاء تبتلاه اليسر معه، ولكن قد لا تعرف مدخله فيتأخر عليك كشفه، أما هو معه. ولاحظوا أن عسر واحد بيسرين. أشرح، في عندنا في اللغة العربية معرفة ونكرة، معرفة ونكرة. إذا أطلقت المعرفة مرتين تتكلم عن الشيء واحد، نفس الشيء. النكرة إذا تكررت تعددت. فإن مع العسر يسرا، وين المعرفة؟ العسر. وين النكرة؟ يسر. إن مع العسر اللي ذكرناه يسرا، كم يسر فيه؟ يسرين. لذلك إخواني قال أهل العلم لن يغلب عسر يسرين. هذه من رحمة ربنا عز وجل. فالإنسان يعني يتمثل هذه الآية عندما يصادف في حياته شدة، يصادف في حياته أرق، تعب، دين، وجع، مرض، أي شيء، تذكر أن اليسر موجود والحل موجود، لكن الله عز وجل يختبرنا، يختبرنا. بعضنا اختباره أصعب، بعضنا اختباره أسهل، بعضنا اختباره في أول حياته، بعضنا يتأخر اختباره إلى آخر حياته، بعضنا يكون اختباره مباشر، البعض يكون اختباره غير مباشر. الكل مبتلى، المريض مبتلى والصحيح مبتلى. المريض ابتلي في مرضه فلعله يكون من الصابرين فينجح. طيب غير المريض الصحيح ابتلي بالعافية لكي يشكر، فإن لم يشكر كان ابتلاؤه سلبيا. دائما نقول الحمد لله على نعمة الصحة، الحمد لله على نعمة البصر، نعمة السمع، أنا عم بمشي الحمد لله، بستخدم إيدي وإجري الحمد لله رب، أنا في نعمة، أحمدك يا رب
على هذه النعمة، لأن غيري قد فقد بعضها أو فقدها. فهذه نعم، قولوا هذا لأولادكم إخواني. أولادنا اليوم مش مدركين، لأنه كل شيء متوفر، كل شيء متوفر، كل شيء متوفر، مش مدركين شو يعني الحرمان، مش مدركين شو يعني إنك ما يكون عندك كل يوم طبيخ جديد، مش مدركين شو يعني إنك بتركب أنت من الجراج وبتركب في سيارة غيرك بده يمشي، بتتذكروا أيام زمان بدك تمشي كيلو كيلوين وثلاث عشان تلاقي لك سيرفيس ولا تاكسي. اليوم بالجراج بيكون، يعني لو في غرفة النوم وسع بنحط السيارة بغرفة النوم. نعم نعم. وبالتالي هذا الأمر يحتاج إلى دائما تيقن، دائما تشكر، دائما ترجع هذا إلى من؟ إلى المعطي. أنا مش مني، هذا كله نعم من الله، فأطلب من الله أن يديم علي هذه النعمة وألا تزول إلا بزوال متأخر، لا تزول، وأن أكون من الذين يعطون حق هذه النعمة عندما يطلب مني شرعا أو من ناحية الاجتماع. إذن فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. لاحظوا هذه الآيات ما أجملها على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان مهموم كما أسلفنا في بداية السورة لمن جاء متأخرا، مهموم. ربنا بيقول له لا عليك، مع العسر في يسرين، القادم أفضل، ولا سوف يعطيك ربك فترضى. الموضوع موضوع صبر، هذا يمكن أن يقاس على كل المناحي يا إخواني، في المجال السياسي، في الاقتصادي، في الاجتماعي، في كل شيء. إنما النصر صبر ساعة، اللي بصبر أكثر بنول أكثر، لكن بده صبر مع يقين داخلي، مش صبر العاجز، ليس صبر العاجز. إذن ثم يقول فإذا فرغت فانصب. فرغت من ماذا؟ هو الموضوع عن شو متكلم إحنا؟ المسؤولية. مسؤولية النبي ماذا كانت؟ إنقاذ المجتمع الذي يعيش فيه من الضلال إلى النور، من الكفر إلى الإيمان. فكان مطلوب منه أن يعمل إلى أن يفرغ، يفرغ كل يوم. بعد ما يفرغ إخواني ما في نوم. إحنا الواحد ما بيصدق لما يروح من الدار وين يروح؟ وينك يا حمام؟ وبعدين وينك يا تخت؟ مش هيك؟ ليش؟ هل كان بده ينام؟ رسولكم صلى الله عليه وسلم ما كان يسمح له أن ينام. فإذا فرغت فانصب، قم. قم شو تساوي؟ شو يساوي؟ يصلي كل يوم، كل يوم. سبحانك يا رب. طبعا هذه قلنا مش تشريف، هذه تكليف، مسؤولية عظيمة، وبالتالي تحتاج إلى زاد. هذا القيام الذي كان يقومه أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، يعني الأقل يوم كان يقوم ثلث الليل، أقل يوم في حياته كلها، مش إحنا في ليلة 27 ومن الثاقل ولا في العشر الأواخر وبنشوفها، يعني بل إحنا ضعاف، وكان الإنسان ضعيفة، ما حدا بلومك على ضعفك، لكن شوف أنت لما تقول صلى الله، تتذكر الجهد اللي بذل من أجل ماذا؟ من أجل يوم، من أجلك، من أجل أبنائك، من أجل أبنائنا يا إخواني. كل يوم ثلث الليل، يعني بلغة الأرقام كل يوم ثلث الليل، لو الليل 8 ساعات تكلم أقل شيء ساعتين ونص يوميا قيام ليل، ولما يكون نصف الليل هي 4 ساعات، وإذا كان ثلثي تكلم عن 5 ساعات ونص، 6 ساعات كل ليلة. فإذا فرغت فانصب. طب لماذا تنصب؟ لأنك الآن تريد أن تطلب لنفسك أنت يا محمد، وإلى ربك فرغ، اطلب. وهذه رسالة لكل واحد فينا، بدك من ربنا قوم بواجبك وتفضل وارفع ايديك، واجمل الاوقات التي تريد ان تطلب فيها من الله وانت قائم تصلي في جوف الليل، ابكي، اطلب منه، هو يسمع ويفهم كل اللغات، قول لسه اللي بدك إياه، يا رب يا رب يا رب. هو يحب منا أن نفعل ذلك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب
مش بس قريب، ممكن يكون قريب بس ما بيجيب، شو استفدنا؟ لا، قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي حتى أجيبهم، وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نسأل الله عز وجل أن نكون في هذه الجمعة الثالثة من رمضان قد أدركنا وعينا أننا أحباب الله، وأننا ذو قيمة عالية عند الله. أنزل علينا هذا الكتاب، كلامه المقدس أنزله علينا نحن، بأفضل الملائكة أحضر القرآن لأفضل البشر من أجلنا نحن. معناته أنت المهم، الموضوع كله من أجلك أنت 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 أنت. تخيلوا، أنت الإنسان هذا مخلوق عظيم إخواني، وبالتالي هذا المخلوق العظيم كان وجوده هنا ليقوم بعمارة الأرض، ليقوم بإنقاذ البشرية من الضلال إلى المنهج الذي ارتضاه الله عز وجل لهذه البشرية. والموضوع مش صعب، الموضوع مش صعب، الموضوع هنا إدراك، الوعي، الوعي والإدراك. وبالتالي لذلك لما يقول لنا اقرأ اقرأ اقرأ، أول الوحي يأتي على العلم، العلم، لأنه بالعلم ترتقي، وبالعلم نرتقي ونبني ونؤسس حضارة. هذه الحضارة كما ذكرتها سورة البلد حضارة ممتدة، والد وما ولد، حضارة فيها لغة لنقل المعلومات إلى الأجيال القادمة. لما تكلم ولسانا وشفتين، إيش اللسان؟ يعني إيش اللسان في اللغة العربية؟ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، يعني إيش؟ بلغة قومه. لولا اللغة كيف ننقل المعلومات للمستقبل؟ وبالتالي هذه الحضارة لابد أن نكون لها أسس، من أهمها أن تكون متعلم واعي مدرك واثق بالله سبحانه وتعالى، ثم تقوم بواجبك على المستوى الفردي وعلى المستوى الاجتماعي. أسأل الله لي ولكم أن نكون من أهل الخير. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفروا وادعوه وأنتم موقنون بالإجابة.